وقعت مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومركز الحسين للسرطان لتأسيس مركز رصد للأثار الجانبية للعلاجات لدى مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي كفرع للمركز الرئيسي في المؤسسة قسم الاستخدام الرشيد واليقظة الدوائية. وأشار مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات إلى أن المركز من المؤسسات الصحية المتميزة والحيوية في المنظومة الصحية، وهي محط ثقة واعتزاز لما توفر من رعاية شاملة للمرضى والمصابين بالسرطان الأردنيين والمرضى من المنطقة. من جهة أشار مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور إلى دور مقدمي الرعاية الصحية في اليقظة الدوائية وما يقدمه هذا النوع من الرصد من بيانات من شأنها أن تحسن المخرجات الصحية للمرضى. تأتي هذه الاتفاقية حقيقة ضمن يعني شريحة واسعة من التعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء. تعاوننا معهم بعدة مجالات، كان موضوع الدواء، كان موضوع الأبحاث السريرية. هون نحكي اليوم بهذه الاتفاقية تشمل ما يسمى باليقظة الدوائية، إنه نجمع معلومات عن الأعراض الجانبية للأدوية بعد أن تنزل هذه الأدوية إلى السوق وتستخدم من قبل المريض. الهدف كان حقيقة هو توقيع اتفاقية لإنشاء تعاون على مستوى اليقظة الدوائية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لما لهذا الموضوع أهمية وخصوصا في مركز الحسين للسرطان، لدعم المعلومات الدوائية المتأتية ما بعد استخدام الدواء، ومحاولة المؤسسة العامة للغذاء والدواء أيضا جمع الكم المطلوب من الآثار الجانبية المترتبة على استخدام الدواء بعد إجازته وتداوله.